منذ تأسيسها قبل 57 عاماً، قدمت جمعية بيت الرجاء للمكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة في بيت لحم خدمات متعددة للمئات من أبناء المنطقة، حيث ساهمت بدور كبير في دمجهم بالمجتمع المحلي. المزيد حول دور هذه الجمعية في رسالة مندوبتنا في الأراضي المقدسة مارلين الحدوي. جمعية بيت الرجاء للمكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة في بيت لحم، والتي تقوم برعاية وتأهيل الأطفال والشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تقوم في دمجهم في المجتمع المحلي حتى يتمكن الفرد منهم من الاعتماد على نفسه والانخراط في المجتمع في مختلف مناحي الحياة. وتقدم هذه الجمعية خدمات كثيرة، منها الخدمات الإيوائية مثل المأكل والمشرب والرعاية الصحية لكلا الجنسين، وخدمات تعليمية للأطفال ومهارات رياضية ولغوية ومعرفية. تقدم الجمعية أيضاً خدمات معرفية كتعلم القراءة والكتابة على طريقة بريل، وتدريبهم على الحركة والاستقلال الذاتي للراغبين منهم من قبل مختصين أو متطوعين، بالإضافة إلى خدمات ترفيهية وطبية مختلفة. وها هو المشغل الذي يخرج المئات من الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة والمختص بتصنيع القش والخشب. من هنا ومن هذه الجمعية التي تعتني بأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة والمكفوفين، تنبع قصة حب وعطاء لا متناهي من أشخاص قدموا أنفسهم لخدمة نابعة من القلب. وكما قال المسيح: كل ما فعل لواحد من هؤلاء إخوة الصغار فلي قد فعلتموه. بخصوص البرنامج اليومي للبيت، من 8 صباحا لـ 8:30 هناك في الصلاة الصباحية ترتيل ووعظة من أحد رجال الدين، ومن ثم انطلاق الطلاب إلى الصفوف. يوجد لدينا 3 صفوف، صف للمكفوفين وصفين لذوي الاحتياجات الخاصة، مقسمين حسب العمر. بالنسبة للمكفوفين بتعلموا كل شيء، ولكن على طريقة بريل، الطباعة والكتابة والقراءة، وبتعلموا جغرافيا وحصة الدين مسيحي، وبتعلموا تربية وطنية وكل المواد. أما بخصوص الصفوف الأخرى فهي للاحتياجات الخاصة، طبعا بتعلموا فيها الأمور الحياتية اليومية وإرشادات، وفي عنا حالات خاصة بيقوموا المتخصصين بدراستها والمتابعتها، وعندنا غرفة للنطق، متخصصة نطق. أيضا عندنا مشغلين، مشغل للمكفوفين بتعلموا فيه صناعة المكانس والفراشي وأمور أخرى، وعندنا مشغل خشب زيتون كمان بنعلم الأولاد ذوي الإعاقة البسيطة صناعة خشب الزيتون. قسم من طلابنا بنوديهم تأهيل مهني على بعض الأماكن في محافظة بيت لحم. بهذه المناسبة بود أني أقدم الشكر الجزيل لنورسات على هذه المقابلة، وكمان بود أني أشكرهم على نشاطهم الفعال في الأراضي المقدسة. احنا المضبوط بنرحب فيكم في بيت الرجاء، وبنرحب في تلفزيون نورسات. واحنا بس نعطي لمحة صغيرة عن الجمعية اليوم. جمعية بيت الرجاء تأسست سنة 1963 على يد احدى المكفوفات، الأخوات المكفوفات، الأخت مي لدعة، وهي قامت بتأسيس هذه المؤسسة مبنية على إيمانها وثقتها بأنها قادرة أن تكون بركة للمكفوفين في المنطقة، واستطاعت أن تقيم الجمعية في خلال فترة بسيطة.
مع ظهور العديد من الصعوبات، ولكن إيمانها وثقتها أن الله قادر أن يعطيها القوة والقدرة، استطاعت أن تسير إلى الأمام في خدمة المكفوفين في المنطقة. والجمعية قامت بخدمة عدد كبير من المكفوفين، وامتد العمل حتى أصبح بعد فترة يخدم الأشخاص ذوي الإعاقات الأخرى أو أصحاب الاحتياجات الخاصة كما نسميهم. مهم جدا أن نقول أنه بالفعل الله بارك في العمل، وهي مؤسسة مسيحية بالدرجة الأولى، وتعتمد بالأساس على ثقتنا بأنه الله معنا، والله قادر أن يعطينا القدرة حتى نخدم الناس اللي بحاجة للخدمات من أصحاب الاحتياجات الخاصة. صار لي هون في المؤسسة 55 سنة الحين، يعني أنا جيت للمؤسسة وكانت المؤسسة في بداية في مراحلها الأولى أو في أيامها الأولى، وساهمت أنا في بناء هاي المؤسسة منذ 55 سنة. ونشكر الله المؤسسة المضبوط يعني تعبت على ناس كثير من المكفوفين، قدمت لهم خدمات كثير، وكان في عنا أقسام مختلفة في المكان، لكن للأسف إنه هاي الأقسام يعني أغلقت، ظل خط إنتاج واحد عنا، هو إنتاجين خطين، خط إنتاج وخط تدريب للمكفوفين، وإحنا قائمين على هذول الخطين الآن. للنورسات مارلين الحدوة من جمعية بيت الرجاء للمكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة بيت لحم.